دقيقتين وبس. معلومة طبية. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. حقائق سريعة عن مرض السل الرئوي الدرن. هو مرض خطير انتقالي وليس من الأمراض الانتقالية الجنسية، ولكنه مرض سريع الانتقال والانتشار، وخصوصا في الأوساط وفي الدول الفقيرة مع الاستحام والرطوبة وعدم التهوية. الأمور كلها ديت بتساعد على انتشاره بسرعة، وبينتشر عن طريق النفس والهواء لما المصاب يكح أو يسعل في وجه إنسان سليم. مرض السل مرض من الأمراض الانتقالية الخطيرة واللي بتمثل عبء على صحة الإنسان. بصوا إلى هذه الحقائق. في سنة 2014 حوالي 9.6 مليون شخص أصيبوا بمرض السل. مرض السل في نوعين، كامن ومرض السل الناشط. الكامن الإنسان عنده الجرثومة بتاعة السل الميكوباكتيريوم وليس عنده أي عرض من أعراض المرض. مرض السل الكامن موجود في تلت البشر على وجه الأرض، الكل ثلاثة في واحد منهم يحمل جرثومة الدرن. في سنة 2014 برضو مات حوالي 1.5 مليون من البشر بسبب مرض السل. مرض السل من الأمراض التي تزداد خطورة وانتشارا بضعف المناعة عند الإنسان. يعني الأمراض المزمنة وأمراض مثل الإيدز ومرض السكري اللي بيكون فيها مناعة الإنسان ضعيفة، كل هذه الأمراض بتساعد على تحول السل الكامن إلى مرض السل النشط الخطير. وربنا يعافينا ويعافيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقتين وبس. معلومة طبية.